شيوات اي ندوزو لواحد لاكاليت دي غوا. هادي لاكاليت بالكريمه ديال اللوز والباتيسيير ياك. عندنا فيها في عندنا العجين المورق. نعطيكم المقادير ديال العجين المورق، يعني عادي كناخذوا فيها نص كيلو ديال الفرز، اييه معلقه ديال الخل، ملحه. انا كاضافه دائما كنزيدوا ثلاثه د المعالق ديال الزيت، اييه هذا باش ما كتفرتش لينا لاباط، هذا السكري ديالها باش ما كتفرتش ملي كنبغيو نقطعوها، وهذا كتكون قابطه في راسها وكتكون مقرمله. يعني هاد ثلاثه د المعالق الزيت كاين اللي ما كيديرهاش، وحنايا كنديروها دائما. يعني عندنا نص كيلو ديال الفرز، معلقه ديال الخل، ملحه، ثلاثه د المعالق ديال الزيت والماء، هذا ما كان. وعندنا الرابعه ديال الزبده ديال التوراق، كنديروها باش كنورقوا بها لاباط سويتي ديالنا. ملي كنساليو التوراق كامل كناخذوا لاباط سويتي كنديروا فيها جوج اقراص، جوج دوائر. يعني كنقطعوا بشي ساخن كنحتاجوا بها جوج دوائر على حسب لاكاليت اللي بغينا نصاوبوها، على حسب الحجم ديالنا. يعني كناخذوا، وعندنا في الكريمه، الكريمه ديال اللوز عندنا فيها جوج البيضات. لاباط سويتي احنا خدمناها وشطيناها في الثلاجه، غادي نمشيو نوجدوا الكريمه ديال اللوز اللي عندنا. عندنا فيها جوج البيضات، وعندنا 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال اللوز بودره، يعني كنعبروا 100 غرام وكنطحنوه، بقشورو ما محمر ما والو، كناخذ اللوز خضر وكنطحنوه. وعندنا 100 غرام سنيده، 100 غرام الزبده، و100 غرام ديال اللوز. والكريم ديال الباتيسير كناخذوا منه، احنا كنوجدوا الكريم باتيسير عادي، كناخذوا منه 4 ديال المعالق. يعني كنحطوا ملي كنخلطوا هاد لا كريم داموند، كناخذوا يعني كنخدموا الزبده وسنيده وكنزيدوا البيض واللوز، كنزيدوا معاه هاد الكريمه ديال الباتيسير، يعني 4 المعالق ديال الباتيسير، ونخلطوا مزيان حتى كينسجموا لينا هاد جوج كريمات وكنحطوهم. كناخذوا لا بات فيتي ديالنا، داك القرص الاول كنديروه في شي لاطام مفرشه بالسلفريزي، كنديروا فوق منه هاد العجين المورق، وكناخذوا هاد الكريمه كنديروها غير من الوسط، كنخليو واحد شويه ديال الجلد باش غادي ندخل الورقه الحقيقيه، غادي تغطى بالورقه الاخرى. يعني كناخذوا الكريمه في الوسط وكنغطيوها بالورق هذا المورق الاخر، كناخذوها كنلصقوها هكا في الجناب غير بالماء، كنحاول نلصقها غير بالماء من الجلد، وكنضغط عليها باش كتسد لينا ديك لافون ديال لاكاليت، وكندهنوها بالبيض. ملي كندهنوها بالبيض كندخلوها عاود للثلاجه، يعني كندخلوها الكونجيلاتور تقريبا واحد نص ساعه. ملي كنخرجوها كنعاودو ندهنوها، هذا باش كتعطينا داك لابغيونس ديال هذا داك لا دوغي ديال البيض. كندهنوها عاود ونفلحوها على الشكل اللي بغينا، وندخلوها الفران. الفران كيكون سخون، كندخلوها وكنقصو العافيه، كنقصو الفوق والتحت. ملي كندخلوها كنشعلوهم بجوج، ولكن كنقصو، كتكون على عافيه مهيله باش كتطلع لينا داك الفويطاج ديالو، وكتخرج لينا لاكاليت من الفران محمره. كندهنوها بالناباج وندردرو عليها اللوزي فيلم، ونقدموها ملي كتبرد كنقدموها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه نعيمه، الله يبارك فيك.